واحد عند الحيط وكل واحد مع شبريات. سحبوا هالشبريات سحبت شبريتي. ناولت اول واحد هديك المناوله وهالدم يطلع منه، الثاني زدنا من تحت خرطه هذيك الخرطه. يا ساتر. الثاني شو قلت له؟ لفيت وناولته. الله اكبر عليك. الرابع شكيت وناولته. يا عيني عليك. وصار هالدم يا شباب ينفر من صدره النفر. مين مسكني شباب؟ وين اللحمه ولا؟ اهلين برجال. أبو صياح، أبو صياح، وقعت شبريتك على الأرض. لك العقيدة قاعد عم يستناك، وأنت قاعد مع الشباب عم تخرط عليهم شراوي خراوي. أبو شرار، يستر على حريماتك. لك أنا ما عندي حريمات ولا لا ينستر عليهم. أي أي قلت يا أبو شرار، طول بالك أبو شرار، أبو شرار، ما عليك. حلو لك؟ بعيد عنك ولا؟ بعيد عنه. عيد أنت ما دخلك. أنا ما دخلني. لا كلا بشار ولاك عجيني حالك يا شو بشار لا يا شباب يا شباب يا شباب ما تودوا لعند عين ما تودوا لعند عين ما تودوا لعند عين السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيكم العافية. شلونك علي مطلع؟ شلونك يوسف؟ الله يعطيكم العافية. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عمي أبو طفيل؟ وعليكم السلام. أهلين يا أبي. أهلين. الحمد لله عمي الحمد لله. شلونك يا أبي؟ الله يرضى عليك يا وضاح. وضاح؟ يعني أنت ما تهزل لك كتافك شوي وتفرحنا بوضاح. قريبة يلا. عضت كوساي إن شاء الله. بس هالكوساي مصير يعطيني ما هيك عمي وضاء؟ ان شاء الله خير عمي. يا بي انا واصل مشوار على الغوطه في شويه حور بدي اروح شوفه. ايه شو علي يا بي؟ الله يسلمك عمي ابو وضاء. عمي ابو وضاء شبخ خالي زدي خناق خناق كبيره بالحاره. مين ومين؟ تحسين ونصري وابشومان. يا رب. يا بي دير بالك على الحاصل واجل لي مشوار الغوطه ان شاء الله. في الامر يا بي. طولوا بالكم يا شباب. انا ما بهرب مثل الفيران. لازم كلك تشات فرد مجرم. قلت لكم بعدوا عني هيك احصلتونا. ابو جدعان قلوا اني بعدوا عني احصلتونا. لك يا خي شو ما كنت شو صاير لك؟ خلص بعد عنه بعد عنه خي. بعد هلا برو معكم على الكراكون. هات هالسيدي هات تقلك هات امشي خدامي امشي. كل واحد على شغله يا خي. شو بكون كل واحد على شغله. يلا على الكراكون. تحسين ماني فاضي لك هلا. اه يا ندل اه اركب وضح اتركوا هذا واحد واطي. هاد راحوا على الكراكون مختار اجت الضابطيه واخذتهم. خلونا نمشي. اخ يا محمد اخ سلامتك يا ابو رضا سلامتك. يسلمك ويكثر خيرك يا رب. شو من امتى بلش معك الوجع؟ من نص الليل اجتني صغوني ساحس بدني مثل النار وسأرجف من البرد. وكل الله برضاه استفادت ربك رحمة وإن شاء الله أجر وعافية. أنا رح أروح أجيب لك أبو صفوان وخليه يجي ويحكمك. الله يجزيك الخير يا أبو محمد والله يقدرني على مكافأتك يا رب. لا يا برضاه شو عم تحكي أنت؟ نحن أخوة. أخ يا أبو محمد أخ لو كان رضا عايش هلا ما كان تركني. واحد الله برضاه وحد الله الله يرحمه ويحسن إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله طفل الفتل الوردي كان الله صار شب أتلوه حرقوا لي قلبي عليه. أمو يا حسرتي عليك يا أبو رضا ما تتطيء الله وكيلك ما تطيب الزعل عليك. هلا ابنك رضا مات مقتول؟ ليش ما بتعرف يا ابو محمد؟ ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. اي اي بكفي بكفي عمي بكفي. الله لك اي اي لا 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 هون هون كثير توجع. طول بالك بقى. الله لا يوفق. طول بالك الله يرضى عليك. لا تبخ لا تبخ لا تبخ توجعني على البخه. يلا عمي الله لا يوفق. يلا اطلعوا لنا لبرا اطلعوا لنا لبرا خليه ياخذ نفس. كسر ايديك يا ابو شرار. ولو خلص عملوا لكم اطلعوا لبرا.
يكسر ايديه. بعدوني بدي اشوف. اطلعوا لا لا كتبت على وشها مال خلود. اطلعوا وياه. اطلع يا مو. طولي بالك يا اختي شغلته بسيطه طولي بالك. الله يكسر ايديه. ويا ريال شوفه وينك يا ابو نصري تجي من ابرك وتشوف ابنك شو طلع. طيب حمالك يا ابو. ويا ربي. حمالك حمالك. ابو الايام بس مبلت. تفضل شيخ تفضل. يا حضرة الباشا ويش لا في خناقة ولا شيء كنا عم نمزح مزح. قل الحقيقة للباشا ويش خليهم يربوه. إيه لا ما حلوة مشان عقيد أبو أدهم. ليش أبو أدهم بيرضى بهالشيء؟ صوص قران أنت شو بيقول كلام غير مفهوم؟ برنجي صباي هذا كلام غير مفهوم. حضرة الباشا ويش عم بيقول إنه فيش مشكلات كله تمام. دخيلك يا باشا ويش شو عملوا لي يا اليتيم شوف 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 اخرك ضرب اخرك خلي حرمه يقرب قلبوا لي يا حرمه قلبوا لي قلبوا لي. حاضر يلا تعي يا امي. وينك يا امي مو شايف؟ تعا تعا امي تعا. اوف 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 امان يا ربي امان. انت بيقول ما في خناقات ها؟ هذا فرد في موت هاد في موت. لا بعيد الشر يوم ما عندي غيره سلامة قلبه. مينو ضربك فرد كل هذا ضربات ها؟ مينو هذا فرد الشك؟ نصرة اللحمة. اي اسم الله عليك يا ولدي اسم الله عليك ما يخربك. وين وين نحن؟ أبو شرار الله الله لا يوفقه أبو شرار الله لا يوفقك يا أبو شرار. أبو شرار؟ أنت شو بيقول فرد؟ ما عم يقول شي سيدي ما عم يقول شي. ضبع هيك فضحته. امان يا ربي امان. شو يا مو لقيتي لابوكي؟ لا يا مو دكان مسكره. يا الله وين راح؟ والله بعمره ما تاخر عن وقت الغدا. يا مو قال صاير خناقه بالحاره. خناقه بين مين ومين يا مو؟ ما بعرف يا مو بس سمعت الولاد عم يقولوا انه تحسين عمل خناقه وهرب. ولي على قامتي اذا هالحكي صحيح. هذا اكيد على الان هو ابوكم. يا مو بكون ضربوا لابي؟ ما بعرف لك امي الله لا يقدر. يا مو زهريه ناوليني ملايتي لحتى اشوف ابوكم شو صاير فيه. مين هذا؟ هذا افتحي. ابي 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 اهلين ابن عمي. اهلين. فيك شيء؟ لك شبكم شو في ابن عمي؟ صار لك شيء؟ ما فيني شيء بس انتو شو بكون شو اللي صاير؟ هذا فرد لازم حبس مختار افندم. امان يا ربي امان. هذا خنجر ممنوعات لازم مصادرات. وليش بقى كل الناس مع خناجر؟ أب شومان خليك على نصطك. انت بتؤمر مختار مثل ما بدك. ايه حضرة البشاويش هذا الخنجر خليه عنكم حلال عليكم بس هذا القبضاي بدك تترك لي اياه لاني عاوزه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا بشاويش؟ اهلا وسهلا. اكيد اهلا وسهلا. تحسين عمل فيك هيك؟ ايه نصرة اللحمة العقيد ابو ادهم على السريع. ايه بعت لي حمى الولد طقع له ضيع يا حصرتي. شوف شوف ابو ادهم ابن عمك شو عمل لي بهاليتيم شوف. خلص حضرة الباشاويش انت اترك لي الموضوع وانا بحله بمعرفتي. بس هذا غلط تحسين لازم تأديب لازم عقوبات لازم حبس. ازيدي بس تمسكه ومصع رقبته. وهذا غلط مختار افندم. باشاويش هذا ابننا وانا متكفل فيه. جيوكو زال اكيد جيوكو زال. بكره بس تفضى مر لعندي على الحاصل عاوزك شوي. معلوم افندم معلوم حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. اوه شباش شباش بركات وسيد. كتري السكبه شوي يا بديعه مشان تكفيني انا وبريضه. ليش انت ما رح تتغدى معنا ابن عمي؟ لا رح اتغدى مع ابو رضا. اختي الزلمه وحداني وما عم يقبل ياكل لحاله، بلكي اذا باكل معه بيقبل ياكله لقمتين. يا ابي ليش ما بتغدى هو ومرته واولاده؟ يا ابي ابو رضا عايش لحاله، ما عنده حرمه واولاد،
يا حرام. تفضل ابن عمي. يعيش وديات. يلا بدكم شي؟ سلامتك يا بي. بخاطركم. الله معك. ديبو. مغرب مختار. الله يرضى عليك، بتبلغ لي كل عضوات الحاره يجوا لعندي بعد صلاه العصر. بتفهم ابو شومان يجي لعندي هو والاولاد اللي شافوا الخناقه. ايه امرك. ديبو. مغرب مختار. بلغ كباريت الحاره انه بعد صلاه العشاء بدنا نروح نبارك لابو عبده بمشيخه الكار. والعضوات انا ببلغهم بالاجتماع. يلا. حاضر. نجيب. نعم. شو في؟ وحد الله. شو بنا؟ شو كنت نايم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وينك انت شي دراسي؟ وينك انت؟ والله من الصبح مستناكم. ليش وصلت لك ليلات محروقه؟ شو صاير عليك؟ بدي البسها شي دراسي. شوفت عينك. ها شو؟ اصابيعي مبينين. امسك خذ بس المي. قولي شو ها؟ جديدة هاي؟ لك لكن هاي اسطنبولية شغل تقوى. ملوكية يا ابن نجيب، ملوكية. يا سلام، والله كتر خيرك يا سيد هاشم، والله كتر خيرك. يلا البسها وزدت لي هذا اللي بيجرك. يلا. شو هاد سيد هاشم؟ زدته لهذا اللي بيجرك. البسها. البسها؟ لا سيدي، حوينت هاي تلبس للعياد. هاي من عيد العيد سيد راسي هاي. لك شو بده؟ يلا. السلام عليكم. وعليكم. كتر خيرك سيد هاشم. كتر خيرك. الله خلينا سيد هاشم. شغلة بسيطة بإذن الله. بإذن الله بسيطة. تفضل. هات سيدي هات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سلامتك. سلامتك يا أبو رضا. الله يسلمك. الله يوفقك. والله عزتكم معيرة. لك شو عم تحكي لك يا عمي؟ أنت منا وفينا حبيب قلبي. يا الله تكلنا على الله. كتر خيرك. شرب أبو رضا شرب. ارفعوا. يا الله. يا رب والله ما لي نفسي اشرب شيء. لك ما بيصير يا أبو رضا، ما بيصير مشان ما يطول المرض. شو بنا؟ يلا أخي يلا. يلا أبو رضا يلا، لازم تشرب الدواء مشان الطيب. يلا. يلا أخي يلا يلا يلا. بسم الله. بسم الله. قلت لحالي لدبر راسي، ساويت لك شوربة العدس وسلطة ورز. لك طول عمرك لبيبة، ما بنخاف عليك. تقبر قلبي. يلا بدي اكل اللقمة وريح شي نص ساعة. ابن عمي، انه هذا ابن عمك تحسين، ما بده يصير زلمة؟ يعني معقول بده يضل عم يعمل مشاكل كل عمره وحياته؟ ما بظن، الهيئة مثل ما قال ابن عمي شاهر. دنب الكلب أعوج وبيضلوا أعوج، نجي وحدي خبز، ناوليني. يو شو بتحبه لابن عمك شاهر؟ نياله. ليش لا؟ شاهر بن حمد. هاتي صحنك. زلمة قبضاي وزقرتي وشهم. مو مثل هذا الواطي. يا سلام، جديدة. ريحة الجلد واصلة لهون، شو الحكي؟ على الميتة بتخدم لها شي 10 سنين هي. يا شو حلو هالمشاير. يلا صيبيها بالعين، صيبيها بالعين. العمى بعيونك العمى. شو مالك شايفة صرامي بحياتك؟ بلا يا ابي شايفة صرامي، بس ولا مرة شفتك جايب صرماية جديدة مثل هاي. الله يجيرنا من عينك يا ابي. شو؟ قديش صار لك بشتري مشايتك العتيقة؟ ما صار لك ابي، ما صار له زمان. هي اشتريتها من المختار سنة اللي اجا ملك المانيا على الشام. شو كان عملك وقتها؟ شي شهرين ثلاثة بس. ليش المختار ببيع الشايات؟ لك ابي انت شو بدك بهالشغله؟ يا ابي؟ اوه حسبي الله ونعم الوكيل. ولك ابي خلاص العمى. الله يخليك يا ابي، جيب لي مشاية جديدة، والله وشايتي احترت، عم البس مشاية نجيبة اللي صغرت على رجلها، وما عم اعرف امشي فيها قد ما انا كبيرة على رجلي. مشي حالك لك ابي فيها، لا مشي حالك، هون للعيد بوصيلك ابو محمد السكافي على شي مشاية مقلنة تمشي حالك فيها. بعدين ليش بدك تكبي مشاية نجيبة؟ مو حق مصاري لك ابي، لك ابي مو حق مصاري. بس يا ابي نحن ما دفعنا حقها، هي فهمية بنت ابو شاهر عطتها لنجيبة اول عم نور. خلصي ليه؟
خلصي بركة تلعي. قال بنت ابو شاهر قال شو عولي على السمعة. ها يخرب بيتكم ما بتسمعوا طلبات. اخ حسرتي عليكم يا امي. شو بده يصير فيكم بعد ما اموت؟ الله لا يوفقك. حارمهم من كل شيء. بحياتك ما فرحت قلبهم بغلط. كله شحادة بشحادة. آخ حتى لقمة الأكل ما لنا شبعانين. جمع جمع بهالمصاري وبهالذهب مشان بكره يحطوا لك إياهم بجيوب الكفن. أبو نجيب شبكي؟ خلي هالبنات يطالعوا لهم شوية أورما يساوون على بندورتين. والله ما عم يقدروا يوقفوا على رجليهم من قلة الأكل. يا حسرتي عليهم. ولك يا حرمي يا حرمي خافي ربك ولك خلي الأورمات للشتوية. إك إيمالنا عم ندوقن لا بالصيفية ولا بالشتوية. وكل ما حدا دبح ذبيحة أو ضحى ضحية بيبعت لنا شوية لحمة وأنت بتحطهم بهالجرة وبتسكر عليهم وبيخربوا وبيدودوا وآخر الشي بتكبون. شوي صغيرة ها شوي صغيرة لا يكتروا. والله في وينك تهتر. أحسن شيء بعطيه لأبو محمد السكافي. هي على الميتة بيطلع حقها شي نص مجيدة. خليه تقال على شي سماية مقلنة وبيعوا إياها. والله ما بسأل بس والله